دورت القهوة؟ لغيتها. إذا ما شربت قهوة ما بقدر أفطر. لا رح تشرب قهوة ولا رح تفطر وحتضلك على ريق بطنك. ليش؟ مش الحال، ولازم تسافر على كندا خلال أسبوع بالكتير. عن جد؟ بس السفارة طالبة شوية تحاليل قبل ما تعطيك الفيزا. بتعرف الدول الراقية بتخاف من الأمراض المعدية يلي ممكن ينقلوها الزوار لشعبهم، وهي قائمة بالتحاليل يلي نقلوني إياها. وهي كلها تحاليل شكلية بيطلبوها من كل اللي بده يسافروا لعندهم. منشان هيك لغيت القهوة والفطور، لأنه التحليل لازم يكون على الريق، ولأنه ما معنا وقت يعني حضرتك لازم تقوم هلأ. والسيدة كمان؟ السيدة أو الإيدز، لأنه هذا صاير مرض العصر وأخطر مرض، وهذا التحليل الوحيد اللي لازم تعمله بمركز مكافحة الإيدز. عادة بيطلبوا الهوية وصورتين ملونين، باقي التحاليل ممكن تعملها بأي مختبر، ولازم تصدقهم وزارة الصحة قبل ما تاخدهم على السفارة. قديش بدهم ياخدوا مني دم؟ ما حياخدوا كتير، على الأقل ممكن نعرف ليش الحرارة عم تطلع بالليل. يعني يوم البس؟ انت شو رأيك؟